وهذه الإشكال. يأتي من يأتي ويوهم أئمة كبار في هذا الفن، وهذا من نفخ الشباب لبعض الناس في هذا العصر، ينفخونه نفخة، لكن نفخ مثل نفخ البالون، غدا أو بعد غد ينفجر. ولذلك بعضهم للأسف لما يثنى عليه في حافظته أو في ما يطرحه ويغتر الناس بقوله، وهذا موجود حتى في تويتر على شهرة، يؤتى بأحاديث ضعيفة ويستدل بها، يؤتى بأحاديث فهمت على غير ما فهمه السلف ولم يذكره الشراح السابقون أبدا من رأسه. ودخل بعضهم الآن في نفس فن الحديث، دخل الآن في التفسير ويأتون بتفسير آيات لم ترد عن السلف أبدا ولا توجد في كتب المفسرين. فبدأ بعضهم يأخذ من رأسه، والعلم الذي من الرأس يوجع الرأس، العلم الذي يؤخذ من الرأس يوجع الرأس. بل إن بعضهم يجني على علماء التفسير يقول بإجماع المفسرين ليس هناك إلا هذا القول. يا أخي ارجع إلى تفسير الطبري الذي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معظم المفسرين عيال عليه، يرجع إلى مثل هذه التفاسير. ولذلك يجنى على بعض، لأن يصلني من بعض الأخوان بعض التغريدات لبعض الأشخاص في تفسير آية يا ليت لها قول، نقول يسعف، لكن لا، الآية هذه يصنفها على حسب ما يراه. لما؟ لأن الناس نفخوه، وهذه مصيبة من يثنى عليه ولا يدري. مثل ما قال بعض السلف، رب مفتون بثناء الناس وهو لا يدري، يأتي واحد يوهم ابن حجر ولا. ولذلك انظر إلى الكبار، الألباني رحمه الله في حديث لما ذكره قال وهذه لم ترد، وهو يتحدث في سنن أبي داود في صحيح الأم، ولذلك أنا أقول يرجع إلى الكتب المطول الألباني رحمه الله، قال وهذه لم ترد بدليل أن السند المذكور ذكره أبو داود عن شيخ الإمام أحمد رحمه الله ولم يذكرها. قال وذكر السيوطي أن هناك نسخة موجودة فيها. يعني انظر، لو كان غير الألباني قال هذه وهم. ولذلك في إرواء الغليل لما تحدث رحمه الله عن قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ذكرها النووي وابن حجر. ما الذي قال؟ وهو إمام. ماذا قال؟ قال إن لم تكن في نسخ وإلا فإني أظن أنهما قد وهما. انظر كيف الأدب، إن لم تكن في نسخ وإلا فإني أظن أنهما قد وهما. ما هو يأتي واحد يقول والله وهم ابن حجر، الله أكبر. أنا مقصودي أن بعضهم ليس عنده من العلم إلا القليل، ولو نفخ من قبل الناس، يعني علم من في هذا الزمن، أي إنسان يعني يثنى عليه بعلمه أو بحافظته لا يساوي علم ابن حجر رحمه الله. هذا أمر، يعني الجزم السريع والمجازفة السريعة في الحكم على الأحاديث دون بحث، دون بحث وتحري. ثم أيضا الأدب مع هؤلاء الكبار، لابد أن تأدب مع هؤلاء، وإلا لا ندعي العصمة في ابن حجر ولا في غيره، لا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان متأدبا مع الكبار. ومن لا يعرف قدر الكبار لن يصل إلى ما وصل إليه الكبار.